يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نريد توجيها حفظكم الله لمن الآن يطالب بالبحث عن الآثار والمحافظة عليها ويقول إنها من تراثنا، وإذا ذكرناه بقوم نوح وفعلهم فإنهم لا يتعظون بذلك. هذه فتنة ومصيبة بلا شك، إن هذه فتنة ومصيبة بلا شك، ولا يجوز فتح هذا الباب والبحث عن شيء عافانا الله منه، لا يجوز هذا. نعم.